أما بعد إخوتي وأخواتي، ففي بداية درس هذا اليوم أدعو بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والثواب الحسن لشيخنا فضيلة الدكتور بسطامي محمد سعيد، هذا المفكر الإسلامي والرجل الفذ الذي تخرج في جامعة الخرطوم في سبعينيات القرن الماضي، ثم عمل في الجامعة الإسلامية أيام كنت طالبا فيها، ثم بعد ذلك خرج إلى بريطانيا فانتسب إلى جامعة أدنبرا وحصل منها على درجة الدكتوراه، وبقي في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة بيرمنغهام إلى أن أحيل إلى التقاعد. هذا الرجل المسلم والعالم الفذ كان له اهتمام بالدراسات الشرعية فيما يتعلق بمفهوم تجديد الدين وتطور الفكر السياسي الإسلامي، وله في ذلك مؤلفات وبحوث بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية. وشيخ الدكتور بسطامي محمد خير رحمة الله عليه عرفت فيه الخلق العالي والأدب الجم وطيب النفس وحسن المعشر والكرم الفياض، مع بساطة وعدم تكلف، وأعظم من هذا كله اعتداده بدينه وبإسلامه. فرغم مقامه الطويل في تلك البلاد إلا أنه رحمه الله بقي منافحا عن قضايا الإسلام، وقد ابتلاه الله سبحانه بعدة أدواء حتى صارت حاله من الضعف بمكان، ومع ذلك كان مواظبا على إقامة دروس التفسير للجالية المسلمة في بيرمنغهام، وقد كاد الناس أن يجمعوا على إجلاله وإكباره وتقديره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يجعل مثواه جنة النعيم، وأن يكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يجزيه بخير ما جزى به عباده الصالحين. وأقول لأبنائه وإخوانه وأقول لزوجه ولمحبيه وتلاميذه في سائر الأقطار، أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم وتقبل شيخنا بقبول حسن، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.